مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه، سلام للجميع. طبعا هلا الفتره هاي الناس كتير عم تبدأ تمل، وخاصة اللي لهم في الحجر أو بالجلوس في البيت لمدة تزيد عن شهر. ف يعني الناس صارت الوضع صعب، مش سهل أكيد، يعني إنك تقعد بالدار شهر، أولادك يقعدوا بالشهر، وجهك بوجه مرتك شهر كامل. يعني في ناس كتير ملت، وفي ناس كتير تعبت، وفي ناس كتير عم تسأل قديش هاي الفترة اللي رح تكون، والمعظم السياسيين والعلماء بيحكوا انها حتكون أشهر مش يوم ولا شهر. والصين فتحت مدينة ووهان بعد 70 يوم أو 75 يوم من إغلاقها، فالموضوع مش يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين. الآن خلينا نكون واقعيين، في ناس بقول لك يا أخي خلاص نروح على هاي موضوع مناعة القطيع وانتهى، وكان من كان، ومات من مات، وعاش من عاش. خليني أعيش معكم أو نمشي معكم بخطوات المرض هذا. 80% راح تقول لي إنه ناس بتعالجوا بهذا المرض من جهاز المناعة، صح مظبوط، وهذه الأرقام اللي تثبتها الدراسات الحالية، إنه أكثر من 80%، خلينا نحكي 80%، جهاز المناعة تبعهم كان هو الكفيل إنه يعالجهم. وفي ناس حتى مرضوا وما عرفوا أصلاً إنهم مرضى، وهدول نسبتهم كبيرة من حوالي 30% كانوا أسمتوماتيك، ما عندهم أي أعراض، وبعدين اكتشفوا إنهم كان عندهم هذا المرض ومرضوا فيه واختفى. طيب 80%، خلينا نحكي هيك أرقام، 100 واحد مرضوا بهذا المرض، 80% شناهم هدول لأنه جهاز المناعة عندهم قوي، ضل قديش 20%. خلينا نطلع على 20% هدول، 15% منهم هيحتاجوا إلى علاجات، قد تكون هاي علاجات للأعراض اللي عندهم، وهيتعالجوا إن شاء الله رب العالمين ويطلعوا ما يحتاجوا أصلا لهوسبيتاليزيشن. 5%، 5 أشخاص من 100 اللي كانوا عندنا راح يحتاجوا ل يدخلوا المستشفى، 5 أشخاص يا جماعة، أوكي؟ 3 منهم هدول راح يكونوا يتعالجوا، ربنا يعطيهم الصحة إن شاء الله، ويطلعوا من المستشفى بعد 15 16 يوم 17 يوم حسب المدة اللي بيحتاجوها. واثنين تعرف شو راح يصير فيهم هدول؟ للأسف راح يتوفوا. نسبة الوفيات الآن حوالي 2-3%، فاثنين أو 3 أشخاص راح يتوفوا. تعرف مين هدول الشخصين أو 3 أشخاص؟ يمكن فهمتني، هذول الشخصين أو 3 أشخاص ممكن يكون قريب، ممكن يكون حبيب، ممكن يكون أب، ممكن يكون أم، ممكن يكون جد، ممكن يكون جدة، ممكن يكون ابن. في طفل توفى في يونايتد كينغدم في أمريكا، في بريطانيا، عمره 13 سنة، طفل من اسمه مسلم، ويا حرام ما عنده ولا أعراض ولا أي مرض، توفى. فبتعرف الموضوع مش سهل، الموضوع الناس لما بيحكوا عنه والسياسيين وبيحكوا أرقام والعلماء الفيزيشن والساينتست والأصحاب شو بسموهم هدول الستاتيستيكس تبعون الإحصاء بيحكوا أرقام، بقول لك مات 100 واحد، مات 1000 واحد، بس واحد منهم ممكن يكون حبيب لك، ممكن يكون أخ، ممكن يكون أخت، ممكن يكون ابن، ممكن يكون أب، أم، عم، جد، جدة، وأنا مش مستعد أضحي فيهم، ولا أنت مستعد، لأنهم غاليين وعزيزين عليك. رئيس وزراء بريطانيا طلع قبل فترة والناس كلها صارت تضحك عليه، قال ودوا أحبائكم، ودوا أحبائكم، قد تودوا أحبائكم فعلا، وهي هو أول واحد انصاب يا جماعة. ما تحكوا إنه هذا المرض ما حيصيبني، ما أنا بعيد، أنا جهاز المناعة تبعي قوي، لا، موضوع أكبر من هيك، الموضوع إنه لازم نحترم الناس، لازم نحترم آبائنا أمهاتنا، خاصة الشباب. هاي رسالة للشباب يا جماعة،
الرسالة للشباب اللي ضحك عليهم في بداية الأزمة وقالوا لهم أنتوا مش عرضة، لا، المرض هذا بصيب الجميع بلا استثناء، بصيب الكبار والصغار واللي عمرهم أيام واللي عمرهم أسابيع واللي عمرهم 100 سنة واللي عمرهم 70 سنة، بصيب الرجال والنساء، بصيب الأفارقة والعرب والمسلمين والمسيحية واليهود واللي ما لهم دين، بصيب كل شخص في الدنيا. ما حدا يضحك عليك ويقول لك هذا ما راح يصيبك لأنك أنت كذا وأنت كذا، لا، بصيب كل شخص في الدنيا. انتبهوا يا جماعة، ما ينضحك عليكم. نعم، بصيب كل إنسان، بصيب الكبير والصغير، بصيب المرأة والرجل، بصيب الأخضر والأبيض والأحمر والأصفر والأسود والبني وأحكي لكم البنفسجي كمان. فانتبه، انتبه. رجاء، إحنا عندنا بأهل الشام بيحكوا عشان هاي الدقن، انتبه، عشان أهلك، عشان أولادك، عشان مرتك، عشان أمك، عشان أبوك، عشان عمتك، عشان خالتك، عشان عمك، عشان جدك، عشان جدتك. انتبه، ما تطلع وتعرضهم. يمكن أنت ما تنصاب، بس إذا رجعت على البيت وصبتهم ولا سمح الله واحد منهم صابته حالة وفاة، صدقني راح تندم طول عمرك، تشعر أنك أنت سبب وفاته.